سابقاً كنت عندما أرى مسلماً عليه مظهر الالتزام أشتهي أن أكلمه، أن أضمه كأخي الذي لم أره منذ سنين، لكن بعد فترة وجدت أن ذلك الشخص لا يبادلني ذلك الشعور، حتى أنا بردت تلك المشاعر عندي، لأنني عرفت غربة أكبر من الغربة التي كنت أتصورها، وفهمت بعد أن تعلمت سبب بروده هو. فهو يقول في نفسه: هل هذا الشخص المتسنن في مظهره يماثلني؟ هل هو على عقيدتي؟ هل هو من حزبي؟ حتى أنا صرت أتحفظ، هل هذا عبدري حبشي يكفرني؟ هل هو رافضي يحاربني؟ قد يكون مدخليا يراني مبتدعا لأنني لست من حزبه، أو يكون إخوانيا يتهمني في ديني لأنني لست سياسيا، أو ظلامي يكون ينكر النصوص والأحكام الشرعية ويراني متشددا لأنني لا أنكرها بل ألتزم بها، أخشى أن يكون خارجيا يرى قتلي قربة لله. يا إلهي، لم يكن هذا النمط من التفكير موجودا في ذهني قبل أن أتعلم. يا إلهي، هل ديننا يفرقنا؟ هنا عند ظهور هذا التساؤل يتجلى في ذهني قوله تعالى وكأنه أنزل للتو: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لكن هل هذا جواب أم تساؤل جديد يطرح نفسه؟ الله سبحانه وتعالى يقول أنه ألف بين قلوب المؤمنين، ونحن نرى الفرقة أشد ما تكون بين الدارسين من المسلمين. انتظر، فالله سبحانه وتعالى لم يتركنا بدون جواب، بل قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. الله أكبر، بدأت الغمة تنكشف والأمور تتضح. ليس الدين الذي فرقنا بل الأهواء. بعد عبارات يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، نعوذ بالله، ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم، وفي قراءة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الدين واحد، لكن الذين ظلموا واتبعوا أهواءهم فارقوا دينهم، فارقوا الطريق القويم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لهم وقال لهم سيروا عليه، فارقوه وفرقوا دينهم، جعلوا الدين طوائف، جعلوا الدين أحزابا، هذا تابع للمعتزلة والآخر تابع للروافض والآخر تابع لحزب الإخوان والآخر تابع لربيع المدخلي والآخر تابع لعبد الله الحبشي والآخر تابع لفلان وفلان وعلان. إذن ليس الدين الذي فرق بل الذين ظلموا حين اتبعوا أهواءهم
جعلوا الدين فرقا وأحزابا ففرقت القلوب. الحمد لله، ليست المشكلة في دين الله بل بالظالمين، فماذا نفعل؟ أين نذهب؟ لن أسأل أحدا، فالجواب في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ قال: إن الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب ما حالهم يا رب؟ إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نترك كل تلك الفرق والأحزاب، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فاعتزل كل تلك الفرق. ثم ماذا نفعل؟ يقول ربنا عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وباقي الناس يا رب؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نكون إخوانا إذا اعتصمنا بحبله، لا بأحبال الجماعات والفرق والأحزاب. هذا الحبل الذي يجب على كل واحد منا أن نعتصم به، فإن اعتصمت به ولو كنت وحدي عرفت أني على الحق. فعلى كل واحد من المؤمنين أن يعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. أعود قليلا إلى الآية التي ذكرتها في بداية الكلام تقريبا، عندما قلت أن الله سبحانه وتعالى قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. قلت أن بعد قليل قال الله سبحانه وتعالى كذا، لكن هناك آيات جميلة، هناك كلام عظيم من كلام الله وكلامه كله عظيم. سبحانه وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ليس لأحد أن يبدل علينا ديننا الذي وافق فطرتنا، ليس لأحد أن يقول لنا أن الله ثالث ثلاثة، نعوذ بالله. ليس لأحد أن يقول لنا أن الله ليس فوقنا، ليس لأحد أن يقول لنا أن ربه في كل مكان، ليس لأحد أن يقول لنا اتبعوا فلانا من الناس، ليس لأحد أن يقول لنا كونوا من فرقة محدثة. الله سبحانه وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون، مع أن بعضهم يوصف عند بعض الناس بأنهم علماء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذين يقولون لنا أننا إذا لم نتبعهم كنا مبتدعة، وقالوا أنهم علماء، علماء جرح وتبديع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذين يقولون لنا كونوا على العقيدة التي أنشئت في القرن الثالث الهجري، عقيدة الكلابية التي تبناها ما يسمى بالأشعرية،
ويقولون أنهم علماء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذين يأمرون بترك علماء السلف واتباع أبي عرفة، ويقولون عنه عالم وإمام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الروافض يقولون أن عندهم علماء ويأمرون باتباعهم وإلا قتلونا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب كيف نكون يا رب مع الذين يعلمون؟ منيبين إليه، لا إلى الفرق، منيبين إليه واتقوه. نتقيك أنت يا رب ولا نخشى فيك قول تبديعي ولا قول تكفيري ولا غير ذلك. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. عندما تأملت تلك الآيات وجدت أنني عندما كنت أرى الملتزم فأحبه قبل أن أكلمه، قبل أن أعرف عنه شيئا، تلك كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها. وحينما أوجست منه ريبة كان لأن أكثر الناس لا يعلمون فاتبعوا أهواءهم وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فقد يكون فرحا بحزبه، قد يكون من أكثر الناس الذين لا يعلمون. فعندما لم أكن من جماعته، من حزبه، من فكره، من انتمائه الذي ينتمي هو إليه، وجل مني فنفرت منه. فعلينا أن نعود إلى الفطرة، نعود إلى الله سبحانه وتعالى، نراجع حالنا مع ديننا. هل نحن على الدين القيم أم ممن حاد عنه؟ هل نحن متعصبون لفرقة أو حزب أو فئة أو جماعة أو رجل، أم ملتزمون بديننا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن نتبع فرقة أم نتبع ما كان عليه المؤمنون الذين قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هل نحن على ما كان عليه المؤمنون اعتقادا وأدبا وخلقا وانتماء لذلك الدين، أم نحن عندنا انتماءات خارجة عن انتماء المؤمنين لدينهم؟ نعوذ بالله من جهنم، ونعوذ بالله أن نكون من الظالمين. وأسأل الله أن يجعلنا ممن استقام على دينه واعتصم بحبله، وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.